قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا. لو أرادوا، وتأمل دي، ودي من أخطر الأمور اللي ممكن تتخيلها في حياتك في علم المعاملة مع الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كاره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا، انت فوتت اخطر حتة في النقطة اللي هي كاره الله بعثهم. اخطر شيء ان يكره الله منك طاعة، مش عايز منك. ان يكره الله منك يعني تبقى مدعو مثلا الى الصلاة، حي على الصلاة، وربنا بيكره منك، مش عايز منك صلاتك. قلت لكم القصة دي قبل كده بسرعة كلفتها. كنا بنعدي على واحد كده فاتح محل ساعات الله يرحمه رحمة وسعى ويغفر له، ها، واحنا رايحين نصلي المغرب في طريق المسجد، نقول له يا عم الحاج يلا الصلاة، يقول وراكم حالا، وهو لابس البتاع بتاع الساعات دي، ها، حالا وراكم، حالا وراكم، كل يوم ونروح نصلي ونخلص صلاة ونقعد للعشاء ونخرج بعد صلاة العشاء، يا عم الحاج ما جيتش، يقول أبا صليته. ما هو اللي يقول لربنا طب شوية كده، ربنا يقول له مش عايزك، عزيز غني ثبتهم. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل. عزيز غني. فلذلك أخطر حاجة خاف منها أن يكره الله طاعتك، لا يريد منك طاعة. يكره الله نفقتك، مش عايز منك نفقة. يكره الله عز وجل صلاتك، مش عايز منك صلاة. يكره الله قيامك، يتخمد. القصة اللي بيحكوها ان واحد قام يصلي، الدنيا بردت، رعش، فعيط، اتكلفت، فنام، رأى في منامه من يقول له أقمناك وأنمناهم ثم تبكي علينا، نم فلا قمت. تخمد. هي دي، احذر أن يكره الله منك طاعة. الشاهد هنا، نرجع لموضوعنا بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير، ها، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، ها. الرسول بيكمل، كمل بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احفظ الثلاثة دول، احرص، استعن بالله، لا تعجز. لا تعجز، هات من الأول تاني. إن القضية أن تكون صاحب قضية. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم،